نرحب وإياكم في هذا اللقاء لصحيفة الأيام مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية الدكتور شائع الزلداني. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا مرحبا. سأبدأ من استضافة البحرين للقمة العربية 33، وبتقديركم ما الأهمية التي تكتسبها هذه القمة في ظل الظروف الراهنة في المنطقة العربية؟ طبيعي هذه القمة تكتسب أهمية خاصة في قادة البحرين بالنظر لطبيعة التطورات التي تمر فيها المنظمة فيها وبشكل ما يتعلق الأدوان على الشعب الفلسطيني، وأيضا محاولة الإفادة الجماعية لأخواننا في غزة، وأيضا محاولة تصفية القضية الفلسطينية. ولهذا نعتقد أن هذه القمة أهمية بحيث يتمكن القادة العرب من تدارس هذه الأوضاع، وبالتالي تحديد توجهات التحرك على الصعيد العربي وعلى الصعيد العالمي فيما يخص دعم الشعب الفلسطيني، ومحاولات أيضا تحقيق الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإنهاء العدوان أيضا على فلسطين وإنهاء معاناته الإنسانية. ما رسالة اليمن اليوم للقمة العربية؟ نحن في اليمن رغم حالة الحرب التي نمر بها، كانت اليمن دائما مع التضامن العربي، وكانت ترى بأن العمل العربي المشترك يعتبر من المقومات الرئيسية التي تساعد أيضا في تعزيز وحماية الدول الوطنية نفسها. كل الاختراقات اللي وجدت على صعيد المنطقة العربية وفي أكثر من بلد عربي، نحن نعتقد أن أحد أسبابها هو العلاقات العربية العربية ومحاولة التفكك أو التفكك البيني الموجود في هذه العلاقات. لهذا أولا نحن نرى في هذا القمة يجب أن تشكل أساس للتضامن العربي، والجانب الآخر أيضا بالنسبة لنا قضية الشعب الفلسطيني هي قضية مركزية بالنسبة لنا اليمنيين، وكل اليمنيين أساسا مع كانوا بالفترة مع فلسطين أساسا. وأيضا بالنسبة لنا في اليمن نحن لا نوجد مشكلة في تجديد التضامن والدعم الكامل للحكومة والسلطة الشرعية من قبل القادة العرب بشكل عام. عبر مبعوث الأمم المتحدة في إحاطة أمام مجلس الأمن حول قلقه من عودة الحرب إلى اليمن، لا سيما بعدما لوح الحوثيين بذلك. بتقديركم هل اليوم لم تستطع الجهود الأممية أن تصل إلى عملية سياسية ذات أفق واضح، أم أن الهجمات الحوثية في البحر الأحمر لنقل واعتمادهم على الدعم الإيراني قوى من موقفهم، وأصبحوا الآن يهددوا أنه في أي وقت نستطيع أن نعيد البلاد إلى الحرب؟ المشكلة في التعامل مع الأزمة اليمنية أن كثير من الجهود التي تتم حاليا هي أساسا تتم بمعزل عن قرارات الشرعية الدولية التي تؤكد على أهمية عودة السلطة الشرعية لكل مناطق اليمن. طبيعي نحن لا نستطيع أن نتحدث عن أن الحرب انتهت، الحرب لا زالت موجودة، وما هو موجود أن يهدنا يتم العمل على إطالتها رغم الخروقات التي ترتكب من قبل الميليشيات الحوثية. المبعوث الأممي يبذل الجهود، ونحن في السلطة الشرعية أكدنا دائما رغبتنا وجديتنا في تحقيق السلام في اليمن ووجود حل نهائي لهذا الحرب، وأيضا دعمنا أن كل الجهود اللي تبذلها المملكة العربية السعودية سواء بمبادرتها أو بالتواصل إلى خارطة الطريق مع أيضا أشقاء في عمان. ولكن هذه الخارطة لم ترى طريقها إلى النور نتيجة أعمال التصعيد الذي قام مع الحوثيين في البحر الأحمر. ولهذا نحن نتمنى أولا على المجتمع الدولي أن تكون لديها نظرة مختلفة في تقييم سلوك هذه الجماعة الذي أكدنا منذ البداية أن فعلا تشكل تهديد حقيقي ليس للأمن والسلام في اليمن، ولكن الأمن والسلام في المنطقة، وما يجري الآن في البحر الأحمر هو دليل على ما كنا نذهب إليه في الوقت السابق. هناك تحذيرات أممية حول الوضع الصحي في اليمن، انتشار الأوبئة وعلى رأسها الكوليرا. بتقديركم هل هناك جهود دولية، جهود أممية لدعم ومساعدة اليمن للخروج من هذا الوضع الإنساني الكارثي؟ ليس على الصعيد الصحي، نحن بحاجة لمساعدة في كل القطاعات الخدمية وأيضا الإنسانية،
ونحن نرى أن المجتمع الدولي حتى الآن رغم تعهدات المانحين في أكثر من مناسبة لم تفي كثير من الدول بالتزاماتها بما تعهدت به. وبالتأكيد نحن الآن لا توجد في اليمن النشاط الاقتصادي شبه متوقف، طاقاتنا أيضا معطلة في تصدير النفط في تصدير الغاز، وهذا ينعكس أيضا على كل القطاعات بما فيها الجانب الإنساني ويساعد على انتشار الأمراض والأوبئة بما فيها مرض الكوليرا. شكرا لكم. كنا معكم في هذا اللقاء لصحيفة الأيام مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية الدكتور شائع الزرداني. شكرا لكم.